pasajero. بما أننا تكلمنا عن الورد والصادرات، للمعلومة طيران الإمارات يصدر ورد يشحن الورد من الإكوادور إلى الإمارات يوميا. أيضا ترى ما في خط مباشر من الإمارات إلى الإكوادور، لازم تنزل في نيويورك بعدين تحط طيارة ثانية إلى الإكوادور، بس هم مخصصين طيارة غير هذا. اللوج اللي كنت أنا فيه هذين متخصصين لتصدير الفراشات لدول العالم. محميات فيها فراشات بأنواع وأشكال، أنت أنت تختار الاختبار وهم يستطيعون لك إياها للدولة اللي تبغاها، عندهم أوراق هم يستطيعون تخصيص الأوراق. إذا أنت من النوع اللي يحب الورد والفراشات فأقول لك الإكوادور هي الدولة الصحراء، متخصصين في الشيء هذا. غير هذا جوها واحد ما عندهم فصول، يعني جوهم تقريبا درجة حرارة 15، يا مطر ولا بدون مطر 15 ما زيد ولا تقل. جوها خضار، طبيعة حلوة، مرتفعات، سهول، جوها معتدل، اتيها أي وقت بقى. غير هذا مشهورين بالقمم، يعني عندهم بركان ارتفاعه 5900 وعندهم قمة ثانية ارتفاعه 6300 وعليه. كيتا تقريبا فيها من 5 إلى 8 ولاد منظمة مرتبة، فيها كل طبعا الملابس وغيره، سكيورتي طبعا فيها سكيورتي. بالنسبة للأمان ما حد ينصحك أنها تمشي بعد الساعة 9، بعد الساعة 9 لا تمشي خاصة بالحواري أو الأماكن المظلمة، ما ينصحونك. طلعت مطعم هندي وطرشوني عصوبة مع هذا، بس في الردة قالوا لي تعال بسرعة وكن حذر لأن الدار بتكون طبعا الجو في النهار يكون شوي دافي، يعني درجة الحرارة بين 15 16، بس في الليل تكون بارد. انا مش كنت لابس شورت بس بردان.